علشان نعمل انفستيجيشن اول حاجه الايمجينج بعمل ايه؟ بعمل بوسترو انتيريور شيست اكس راي شود بي بيرفورمد في كل البيشنت. الالترا ساوند ريكومندد لو انا عايز اعمل سكسسفل بلورال اسبيريشن اند اسيستد فور ديتكتنج البلورال فلويد بيشنت. الكونتراست سي تي از ناو انكريزنجلي بيرفورمد تو انفستيجيت الاندرلاين كوز particularly for exudate effusion. يعني انا بدي بعمل ايه لكل البيشنت؟ بعمل لهم بوسترو انتيرور شيست اكس راي، بعمل الترا ساوند لو انا عايز اسحب اسبيريشن فبعمل الالترا ساوند جايدد. يعني الكونتراست سي تي بعملها علشان اشوف لو في اندرلاين كوز. تمام. البلورال اسبيريشن بقى هو بيقول ايه؟ ابوف الالترا ساوند ريكومندد تو ريدوس الكومبليكيشن ريت. يعني الاكس راي تقول لي انه بالكلوزد اللي هي الكوستوفرينيك انجل انه ده ايه بلورال افيوجن. الالترا ساوند يساعدني لو انا هعمل اسبيريشن، السي تي يقول لي ايه الاندرلاين كوز. حلو. تمام. اول حاجه الاسبيريشن هو بيقول ايه؟ ابوف اهو ultrasound recommended عشان اقلل complication rate. بستخدم 21 جي نيدل and 50 ملي سيرنج should be used. الفلويد should be sent for pH protein lactate dehydrogenase cytology and microbiology. تمام كده. اللايت كرايتيريا، اللايت كرايتيريا زي ما احنا قلنا المفروض ان هي معموله عشان افرق ما بين الترانسيديت والاكسيديت. الـ recommendation ايه؟ ان انا بعمل الـ borderline cases. borderline cases اهو يا دكتورة تيسير. الفكرة كلها في ايه؟ في ان الاكسيديت لو البروتين ليفل اكتر من 30 جرام بالريت يبقى كده اكسيديت، لو اقل من 30 يبقى ترانسيديت. من 25 ل 35 زي ما دكتورة امين نرمين قالت ان اللايت كريتيريا should be applied and exceeded is likely if at least one of the following criteria are met. اللي هم ايه؟ اللي هم plural fluid protein divided by serum protein اكتر من نص، plural fluid LDH divided by serum LDH اكتر من 6 من 10، plural fluid LDH more than 2 ال upper limits of normal serum LDH. تمام. ال other characteristics plural fluid findings ايه؟ اللو جلوكوز، روموتايد ارثرايتس او تيبركلوزس، ايه ذا اميليز، هلاقي هشك في بنكرياتايتس او اسوفجيال برفوريشن، هيفي بلود ستيننج، ميزوسليوما او بالمونري امبوليزم او تي بي. يبقى اذر كاركترستكس ممكن الاقيها في حالات البلورال افيوجن لو انا لقيت لو جلوكوز او ريز ذا اميليز او هيفي بلود ستيننج، لو جلوكوز، روموتايد ارثرايتس او تي بي، بيست اميليز، بانكرياتايتس او اسفريال بيرفوريشن، هيفي بلود ستيننج او ميزوسليوما، بلاقي بشك ميزوسليوما او بلوري امبوليزم او تي بي. تمام كده. بعد كده البلورال انفكشن المفروض انه معلش هو انت سامعني اصلا؟ ايوه بس الصوت بصراحه بعيد شويه، يعني لو تظبط الصوت يبقى نكون شاكرين لكم. مش عارف حاسس الصوت كده مش يعني مش هاي كواليتي. يعني طيب الصوت كده كويس؟ ايوه كده اتفضلي. تمام كده تمام. البلورال انفكشن بيقول كل البيشنت with بلورال effusion is association with sepsis, pneumonic illness او require diagnostic بلورال finding sampling. كل العيانين اللي عندهم بلورال effusion ومعاهم حاجه من دول sepsis او pneumonic illness بعمل لهم ايه؟ بعمل لهم fluid sampling. If the fluid is purulent او turbid cloudy الشيست تيوب should be placed to allow drainage. تمام كده. If the fluid is clear but the pH is less than 2.7 سبعة وكان قصدي اه
بسسبكت ان ده بلورال انفكشن، وبعمل شيست تيوب برضه شد بليز. ايفن كلير فلويد، تمام بس كده ما دام يعني. البي اتش اقل من 7.2 فانا بتعامل معاه على انه هو انفكشن على طول. مبين مبين. اه المانجمنت بقى بتاع ريكرنت بلورال افيوجن، اوبشنز فور مانجمنت بيشنت ويز ريكرنت بلورال افيوجن انكلود ريكرنت اسبيريشن، بلوروديسيس، اندويلنج بلورال كاثيتر، او دراج مانجمنت تو الليفيت السيمتومز زي الاوبيويد تو ريليف الديسيس. بعالجه بايه؟ بعمل ريكرنت اسبيريشن، بلوروديسيس، اندويلنج بلورال كاثيتر، او ان انا استخدم دراج مانجمنت اللي هو زي الاوبيويد عشان اقلل الفكره. السؤال اللي بعده، يو ريفيو 27 years old women in emergency department who has been admitted with an acute exacerbation of her asthma, which one of the following features is most likely to indicate a life-threatening attack. عيانة 27 سنة جايالي في acute exacerbation asthma، ايه الحاجات من دي اللي تخليني اقول ان هي life threatening؟ احنا كنا لسه قايلينهم دلوقتي، بس خلينا نقرا الاختيارات. failure to improve after nebulized salbutamol 5 mg cannot complete a sentence، oxygen saturation 94% في الروم اير، البيك لو اوف 30% best or predicted، ولا respiratory rate اوف 42 من البيك فلو اقل من 33 حد يعني عايز 30. او بالظبط كده، ان البيك فلو 30. احنا كنا قايلين الجدول لو انتوا فاكرينه، احنا كنا مقسمين الازمه الاكيد سيفير لثلاث حاجات اللي هو مودريت وسيفير ولايف ثريتنينج لو انتوا فاكرين يعني. وكانت من الخصائص بتاعه اللايف ثريتنينج اللي هي من 30 ل 55%، ان العيان طبعا مش بيبقى بقى لا قادر دي اللي يتكلم هو الكلام ده، السيفير، لا وبيكون الشيست مفيش ده سبشن السيفير مفيش. صح؟ قصدك 33 ل 50 ده السيفير، بينما اللايف ثريتنينج اللي هو اقل من اقل من 33. 30 يا ربي، انا اه قصدي اقل من 30 ماشي. من 33 كنا 33 كنا قايلين كده فعلا الساتوريشن بتاعه بيقل، وكنا بنقول ان العيان بيبقى فيه كونفيوجن او كده، وكنا بنقول برضو ان هو ال كان في حاجة تانية الساتوريشن كان بيبقى اقل من 92 احنا قلنا اقل تقريبا، من 40. كونفيوجن، سايلنت شيست، هايبوتنشن، اسمها ايه برضو، براديكارديا، كان دول كل دول لايف ثريتنينج. تمام. المودريت هي اللي كانت من الافضل السيفير او الاكيوت سيفير اللي هي من 33 ل 55 صح كده، صحيح ل 50 قصدي. صحيح وكنا بنقول ان العريان بتاعها بيبقى سايلنت، بيبقى ما بيتكلمش يعني افيزيت او مش بيقدر يتكلم، وكنا بنقول انه الهارت ريت بيبقى عالي من اكتر من 110، الفيرج ريت اكتر من 25 صحيح تقريبا يعني. صح صح 100%. طيب تمام. ناخد سؤال قول لي تاني. السؤال اللي بعده. تسعتاشر years old man presents as he is concerned he may be asthmatic. Which one of the following points in the history would make this diagnosis less likely? Less likely يعني غالبا ده مش هيبقى أزمة. ايه؟ ال smoking since 16 سنة، لا ال smoking معاه. Peripheral tingling during episodes of dyspnea، دي اللي غالبا مش هتبقى معاه. طبعا بيبقى فيه peripheral blood eosinophilia، chest tightness خلال الاكسرسايز، و history of eczema. دي كانت في الكيس اللي كان دكتور حسن قالها في الاول، فكل دول معانا. الوحيد اللي مش معانا حكايه البريفرال تنجلينج ديورنج الاكسود اوف دي. بيقول ايه؟ البريتش ثوراسيك سوسايتي سجست بريفرال تنجلينج از وان اوف ذا فاكتور which makes the diagnosis of asthma is less likely. His smoking history doesn't preclude a diagnosis of asthma. COPD would be very unlikely given
his age. نقرا الدايجنوز بتاع الأزمة. اوكي. أيوة. الـ NICE released the guidelines in management of الأزمة في 2017. These followed on quickly from 2016 British Thoracic Society guidelines given provides a previous precedent where specialist society مش عارف ايه كل الكلام ده بصراحة ملهوش لازمة. المهم من أول هنا بقى إن هي النايس جايدلاينز غيرت الطريقة اللي بتعمل دايجنوست للأزمة ازاي. قال إن في أكتر الأوبجيكتيف تيست تمام بدل السبجكتيف يعني there is particular emphasis on the use of fractional exhale the nitric oxide. And nitric oxide is produced by three types of nitric oxide synthase. One of the types is inducible, and the level tend to rise in inflammatory cells, particularly in eosinophilia. The level of nitric oxide therefore typically correlate with the level of inflammation. فأنا لما بدور على fractional exhaled nitric oxide وبلاقي معايا غالبا eosinophilia. Other more established objective tests such as pyrometry and peak flow variability are still important. ممكن نستخدم الاثنين دول. كل البيشنت اللي اكتر من او يساوي 5 سنين should have objective tests. ليه؟ علشان الشايلد once suspected ان هو أزمة وصل السن 5 سنين ساعتها objective tests should be performed to confirm the diagnosis. تمام؟ انا ممكن بس اعلق على اللي فات بس قبل ما تبداي في الدايجنوستيك تيست ان هم زمان الازمه كان هي بتبقى سبجكتيف يعني بتعتمد على الشخص والكلينيكال سنس بتاعه والقصه دي. هم دلوقتي عملوا الجايد لاين دي بحيث ان هي تبقى ما بتختلفش حسب الـ يعني بتختلف من شخص من دكتور لدكتور يعني وكده. فعملوها اوبجكتيف تيست يعني حاجات واضحه وحاجات بحيث انه الحكم فيها يبقى ايه مش بيختلف من واحد لواحد دي تبقى حاجه أكتر دقة يعني. تمام. والأطفال أو كل البيشنت اللي أقل من 5 سنين أو 5 سنين برضو بيبقوا المفروض يعملوا أوبجيكتيف تيست اللي أكتر قصدي من 5 سنين، لكن الأقل من 5 سنين ساعتها بيبقوا غالبا بالسسبكت يعني. الكلينيكال سنتر. ال diagnostic testing ال patient أكتر من أو يساوي 17 سنة بقول فيه ال patient should be asked if their symptoms are better on days away from work or during the holiday. ليه بسأل السؤال ده؟ عشان أشوف لو هي ليها علاقة بال occupational أزمة. لو هي possible occupational أزمة ساعتها ببعته ل specialist. لكن all patients should have spirometry with bronchodilator reversibility test. All patients should have اللي هو ايه ال fractional exhaled nitric oxide test. يعني من الاخر كده عيان اكتر من 17 سنه الاول حاجه بعملها ان انا اساله انت ليها علاقه بالشغل ولا بالاجازات بتقل مثلا او كده. لو طلع يبقى هي occupational ازمه احتمال يعني ببعته للسبيشاليست. كل العيانين اللي فوق 17 سنه بعمل لهم الاثنين تيست دول بايرومتري مع برونكو دايليتر ريفرسابيلتي تيست وبعمل لهم الايه الفراكشنال اكسهيلد نيتريك اوكسيد. تمام. دول اللي فوق الناس اللي فوق 17 سنه او يساوي 17 سنه. العيانين اللي من 5 ل 16 سنه كلهم بعمل لهم سبيرومتري مع برونكو دايليتر ريفرسابيلتي تيست. The fractional exhaled nitric oxide test should be requested if there is normal spirometry or obstructed spirometry معاها negative bronchodilator reversibility test. امتى بعمل له fractional exhaled nitric oxide؟ لو انا لقيته normal spirometry بروح بقى داخل على fractional exhaled nitric oxide، او ان يكون في obstructed spirometry بس معاها negative bronchodilator reversibility test.
تمام. البيشنت بقى اللي اقل من 5 سنين الدايجنوز بتاعه على حسب الكلينيكال جادجمنت، لان انا ساعتها لسه مش بعرف اعمل له التستات. انا بعمل التستات امتى؟ وهو اكبر من 5 سنين، ساعتها بعمل الاوبجكتيف تيست دي. قبل ال 5 سنين يبقى كلينيكال جادجمنت. تمام. سو الفراكشنال اكسهيل نيتريك اوكسيد ده ما بيتعملش في السن الصغير الا اذا كان السبايرومتري نورمال او كان الاوبستراكتيف سبايرومتري داني نيجاتيف بعد البرونكو دايليتور، يعني ده من 5 ل 17، ده من 5 ل 17. السبيسيفيك بوينتس على التست بقى الفراكشنال اكسهيل نيتريك اوكسيد ده in adult level of أكثر من 40 أو يساوي 40 part of million is considered positive. في children الليفل بتاعه أكثر من أو يساوي 35 part per billion considered positive. adult أكثر من 40 children أكثر من 35. طيب الـ spirometry الـ forced expiration volume 1 على الـ forced vital capacity ratio less than 70% or below the lower limit of normal if the if this value is available is considered obstructive. يعني اقول امتى ان هو obstructive؟ لو لقيت الفرصه اكسبيرات الفوليوم 1 يعني خلال اول ثانيه على الفرصه vital capacity ratio اقل من 70%. الريفرسبيلتي تيستنج بقى ان adult بقول ان البوست This is indicated by an improvement of forced expiratory volume of 12% or more and increase in volume 200 ملي or more. اللي children بقولها indicated لو اتحسن الforced expiratory volume of 12% أو أكثر. الحتة دي فكرة الreversibility test إيه؟ إن أنا المفروض إني بدي bronchodilator وأشوف الforced expiratory volume 1. صح كده؟ لو لقيته اتحسن بنسبة 12% أو أكثر من 200 ملي ده في الأدم، أو اتحسن بنسبة 12% ده في الشيب. تمام؟ تمام ولا إيه؟ أوكي دكتورة تمام، سامعيني تمام. تمام. السؤال اللي بعد كده 65 years old woman with history of chronic obstructive pulmonary disease admitted to emergency department with breathlessness. This is their first admission with an exacerbation of COPD. Blood gases taken on room air اهو shortly after admission is all as follow. pH 7.3 BCO2 4.9 BO2 8.8. What should their target oxygen saturation be؟ المفروض ان انا بعرف التارجت ساتوريشن في الحته دي مفيش غير الرقمين اللي احنا عارفينها، يا اما من 94% 98% يا اما 88 ل 92. امتى نقول ده وامتى نقول ده؟ هي هنا الاجابه ايه؟ الاجابه هنا اللي هو 94 ل 88. ليه بقى؟ لو العيان عشان ما عندوش سي او 2 ريتنشن بالظبط، البي سي او 2 بتاعه نورمال، يبقى انا الساتوريشن عايزاه من 94 ل 98%. تمام. وانا اخليه من 88 ل 92 دي لو كان بقى السي او 2 واصل قد ايه؟ هايبر كابنيك. هايبر كابنيك اكتر من الطبيعي صح؟ اه يعني في سي او 2 ريتنشن من 88 ل 92. وهنا في القصه هي الفكره هنا، هي الفكره هنا ده في الريسبيرتوري تايب 1 والريسبيرتوري تايب 2. طيب 2 اللي هو فيه هايبر كابنيا، ده اللي الهايبوكسيك درايف هو اللي بيخلي العيان يعمل ريسبيريشن، وطول ما فيه هايبوكسيا العيان بيتنفس. بالظبط، لان السي او 2 نفسه هو اللي بيعمل يعني اندكشن للريسبيريشن سيميوليشن لو عالي قوي زي ما ايوه ممكن هو كان هو في الباتري 1 اوكي، ما عنديش مشكله مع السي او 2. في الباتري 2 لا، السي او 2 اصلا عين اتعود ان السي او 2 عالي، فخلاص بقى الهايبوكسيك درايف هو اللي سايق. لو الهايبوكسيا وقفت العين مش هيتنفس. الله ينور عليك يا دكتور. بالظبط، يبقى انا فقدت اول انديوسر اللي هو السي او 2
ودلوقتي انا شغال الانديوسر بتاع اللي هو الايبوكسيا، فانا لو عليت الاكسجين بالظبط كده. ساتوريشن بقى عالي قوي يبقى انا ايه فقدت اللي هيخش بقى في الفنتيل يعني ادفانتل يعني. بالظبط كده. اه هيدخل ان هو خلاص بقى مش هيتنفس، هيدخل العيان هيبدا هيبقى هايبر كامية اكتر، ومش هيعمل ووش اوت للكربون داي اوكسيد، فالعيان هيتبدل في الاكل. كلام سليم بصراحة. أنا اللي قالها لي بصراحة الدكتور رغد يعني، من واجب إن أدبيات العلم الواحد ينقل يقول مصدر يعني، بصراحة هو اللي شرح لي القصة دي. طيب يبقى كده إحنا في النورمال كده، يبقى إيه نعلي بقى الساتوريشن، ما عندناش مشكلة، مش ريتنشر يعني، مش عنده ما عندوش CO2 ريتنشن. تمام. نقرأ الأكسجين ثيرابي. اوكي. تمام. هو بيقول إن البيشنت هو ار كريتيكال ال في أنافلاكسيس أو شوك، الأكسجين شود initially be given خلال ريزرفوار ماسك 15 لتر بالمنت. هايبوكسيا كلف زي ما كان دكتور رغد شرح لنا إن اللي بيموته الهايبوكسيا. تمام. عشان كده أنا بحط على الريزرفوار ماسك 15 لتر بالمنت. BTS guidelines specifically exclude certain conditions where the patient is acutely unwell, زي myocardial infarction but stable. تمام. بعد كده بقى بيقول الأكسجين saturation target، أنا بتارجت إيه؟ لو عيان acutely ill patient بختار 94 ل 98%، لو عيان عنده risk of hypercapnia الـ COPD patient مثلا بكون عايزه التارجت اوكسجين ساتوريشن بتاعي 88 ل 92%. اوكسجين شود بي ريدوسد ان ستيبل بيشنت وذ ساتسفاكتوري اوكسجين ساتوريشن. تمام. بعد كده تمام يا فندم. المانجمنت بتاع عارف انا الشعور لما الواحد يتكلم وما بيسمعش صوت حد. اتفضل اهم انا عليك، اتفضل. لا هو الحقيقة ان انا موبايلي 2% خايفة بس يصل وانا مش واخدة بالي. ربنا يستر. المانجمنت بتاع ال COPD patient superior to availability of blood gases 28% venturi mask at 4 liter per minute and aim for an oxygen saturation 88% ل 92% for patient with risk factor for hypercapnia but no period history of respiratory issues. يعني عيان ال COPD بعمل له ايه؟ المفروض ان انا بشوف البلاد جيزس. تمام. او بستخدم 28% فينتوري ماسك عند 4 لتر بير مينت، بكون عايزه الاكسجين ساتوريشن من 88 ل 92% من البيشنت دول عشان هم عندهم ريسك فاكتورز اللي هو الهايبر كابنيا بس نو بيريور هيستوري اوف ريسبيراتوري اسيدوز، بس مفيش ريسبيراتوري اسيدوز. يعني هو قصده هنا ان انا طول ما انا مش عارف كده بلايند زي الامبيريكال انتيبيوتيك يعني، طول ما انا داخل كده لسه مش عارف الدنيا فيها ايه، فانا امشي على 88 92 صح كده؟ مجرد ان انا عرفت الاي بي جي بتاعه وعرفت ان هو مش رتاه مش يعني السي او 2 نورمال يبقى ارفع عادي. من 94 ل 98. Situation where the oxygen therapy should not be used routinely if there is no evidence of hypoxia. زي ايه؟ زي myocardial infarction او acute coronary syndrome، stroke اللي بيستهلك emergency، anxiety related to hyperventilation. الناس دي مش محتاجه ان انا احطها على الاكسجين. هي المايوكارديال انفاركشن بتهيألي طول ما الساتوريشن اكتر من 94 يبقى مش محتاج اكسجين ثيرابي. اقل من 94 هو بيقول اهو طول ما فيش ايفيدنس اوف هايبوكسيا ساعتها كل دول ما ينفعش يتحط على الاكسجين او مش محتاجين يتحط على الاكسجين. تمام. اللي هم المايوكارديال انفاركشن والاكيد كوروني سندروم والستروك والستريك ايمرجنسي والانكزايتي ريليتد هايبر فنتليشن. السؤال اللي بعد كده بس اضافه صغيره، هو الدكتور محمد قبل يومين نزل انه كلاس 1 ايفيدنس انه البيشنت وذ يعني اللي بيجي عنده ام اي انه لو الساتوريشن نزل عن 90
ساعتها بنحط له اوفرين يعني عن 90 مش انه 94. هو نزل هيك الفورم ده الموست ابديتد يعني، اصل انا بتهيألي 94 دي قراتها قبل كده. هو دكتور محمد كان قايل كده فعلا. دكتور محمد موجود معانا اهو. دكتور محمد طيب ايه رايك يا دكتور نادر انت كارديولوجي؟ في ال يعني على التركيز يعني ولا ايه؟ هو الاكسجين كارديولوجي على الساتوريشن بيقع امتى؟ بنحتاج نحط العيان الميكوردال انفكشن على اكسجين عند انهي ساتوريشن؟ بصوا يا جماعه احنا ما بنت اي عيان ساتوريشن احنا بنقسم العيانين عندنا لحاجتين، واحد عنده كرونيك شيست بروبلم واحد ما عندوش كرونيك شيست بروبلم. لو الشخص ده ما عندوش كرونيك شيست بروبلم ما بحطوش على اكسجين ثيرابي اقل من 94%، يعني لو الاكسجين اقل من 94% ابتدي احطه ماشي، وبرفع الاكسجين اب تو لغايه 98%. لو الشخص ده كرونيك لانج ديزيز او سي او بي دي انا الاكسجين عندي ببتدي احطه المفروض يبقى عندي الرينج من 88 ل 92%، ما زادش عن كده. ده عيان الكرونيك سي او بي دي. صح صح ده كلامك كده مظبوط. هو جمع بين الاثنين دلوقتي، يعني انا عندي مثلا عيان عنده ام اي في نفس الوقت الشيست فري، فخلاص خليني على ايه على تحت مثلا 94 هبدا ادي له اكسجين عادي ما عنديش مشكله. انما لو هو سي او بي دي يبقى لازم برضه يعني بير ان يور مايند ان هو ايه نخاف من قصه انه اللي يحصل سي او بي دي انا بعتبره نورمال لغايه 88 بعتبره نورمال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هو الفكره زي ما الدكتور نادر زي ما قال ان هو لو بيور كاردياك يعني هو لو ماي كاردير انفاركشن اكيد كورونري سندروم بس ما هوش حاجه تانية، فهو على الجايد لاين الاخيره ان هو 90% مفيش بينفيت هياخدها العيان لو انا زودت الاكسجين عن 90% ان انا ادخل الاكسجين ومش ان انا ازود الاكسجين. هو لو العيان مثلا جاي لك الساتوريشن بتاعه 92% وهو ام اي بس نو نيد ان انا احط اكسجين، لو 91 نو نيد ان انا احط اكسجين لان ده ملوش اي فايده للعيان وده كلاس 1 اي موجود في الجايد لاين بتاع الاستيب. بس ده لو هو اكيد كورونري سندروم، انما اكيد معظم العيانين بيبقوا ميكسد يعني. بس فهي دي فكره لو هو بيور مايوكاردال انفاركشن بس ما هوش اي حاجه ثانيه شيست يعني. شكرا. لو هو بيور مايوكاردال انفاركشن انا لازم الساتوريشن عندي يبقى اعلى من 94%. لو الساتوريشن انا حطيته اوكسيميتر ولقيت ساتوريشن بتاعي 92 او 91 والعيان ما عندوش كرونيك شيست بروبلم، لا ده بحطه على اكسجين بحيث اوصله اب تو 98%. ده اللي بينزل عن 94. لو العيان مش بينزل عن 94 خلاص يبقى ده مش تستخدم الاكسجين، لان مي لقوا ان الاكسجين ممكن يزود الكاردياك انسلت في الحاله دي. دي نقطه. لو العيان عنده سي او دي انا بخلي الاكسجين بتاعه النورمال بتاعه من 88 ل 92%. يعني لو هو العيان ده سي او بي دي او كرونيك شيست ديزيز وحطيت الاوكسيميتر ولقيت الاكسجين بتاعه 90% ده مش هياخد اكسجين معايا. اب تو 88 مش هياخد اكسجين معايا. طيب لو هو قليل هرفعه بالاكسجين لغايه 92% بس كده. مظبوط. يعني هو لو هو انا حطيت ساتوريشن على العيان هو جاي اكوت ميكاردال انفاركشن الساتوريشن بتاعه 91% احط له اكسجين ولا لا؟ احط له اكسجين لانه اقل من 94% هنا هيبقى ان نيد، لكن عشان الميوكارديوم نفسه عشان الاكسجين نفسه. لكن لو العيان ده فوق 94% زمان كانوا بيحطوا الاكسجين كنوع زي ما كانوا بيقولوا اول ما يجي لك العيان بشيست بين حتى لو انجينا اديله المونا اللي هو المورفيا والاكسجين والنيتريت والاستالفلسيليك. بطل الكلام ده خلاص، وقف، ما بنديش اكسجين للعيان. ده اللي احنا كنا فاهمينه في الاول. تمام بالظبط. ما هو ده اللي احنا كنا فاهمينه في الاول لحد دلوقتي بتاع الاستيمي.
اديله ايه يا دكتور نادر دلوقتي يعني؟ نعم بندي ما بنديش اكسجين كانوا يدوا مونا زمان دلوقتي مش بيدوا شالوا الاو دي منها ما خلاص يعني هو شالوا الاو فبقى ما بقتش مونا بقى خلاص من غير الاو شالوها يعني ما فيش غير العيان اللي النيد بس لكن غير كده زمان كانوا يقولوا حط اكسجين ده هيريح الشيست بين وكلام ده لا لا ان ده ممكن يزود المايوكارديال انسلت لو الاكسجين في اكسجين درايف يعني مع العيان والعيان هيتعب بس فما بنديش اكسجين فوق ال 94% خالص العيان النورمال. اوكي تمام كده بصراحه وضحتوها بطريقه جميله جدا وجمعنا بين الاثنين يعني. طيب شكرا يا دكتور نادر. شكرا يا دكتور محمد. نقول السؤال اللي بعده. اوكي 42 years old male patient present with 5 month history of facial swelling and tumoral mass right medulla with infiltration into skin. يبقى هو facial swelling في right maxillary mass we infiltrate the skin. Recently he had been suffering from difficulty in breathing and the dry cut. The face was sinus, computerized tomography CT يعني illustrated a right maxillary lesion. Maxilla surgery was performed without orbital removal. Grade 3 chondrosarcoma was diagnosed. يعني هم عرفوا ان ده grade 3 chondrosarcoma تمام كده was infiltrated into the bone ودخلت على البون. The anterior wall of the maxillary sinus and the orbital floor وعلى ال anterior wall بتاع maxillary sinus وال orbital floor. Subsequent chest x-ray were performed given his chest symptoms suggesting the appearance بتاعت اللونج مكسر. كل ده ان العيان عنده كوندروساركوما وانفلتريت لللونج. What features the lung of lung metastasis is characteristic for this tumor هو ايه الكالسيفيكيشن. ده سؤال ده طبعا هو كوندروساركوما كوندروساركوما او اوستيوساركوما او الاوستيوساركوما معاه ايه هيبقى اكيد هيبقى معاه كالسيفيكيشن صحيح. بس اللونج متاستاسيس عموما الكالسيفيكيشن مش كومن فيه الا في الحالتين دول اللي هو الكوندروساركوما او الاوستيوساركوما. اوكي تمام. نقرا ال بيونوكليفيكيشن اوف اي ان الكالسيفيكيشن ان لونج متاستاسيس انكومن اكسبت في حالات الكوندروساركوما او الاوستيوساركوما. فاللونج متاستاسيس دول مريئين بليكسلي and rounded lesions of differing size seen across the both lines. Abnormal features consist of calcification, hemorrhage, consolidation, calcification, and pneumothorax. يكون شكلها اللي هي بتبقى different و rounded lesions. دي اللي كان بيسموها دكتور حسن اللي هو الكانون بول. الكانون بول كانت بتاعت الرينال. بتاعت رينال. رينال ميتاستاسيس. دي هنلاقيها راوندد وبريفرال وديفرنج في الفايل خلال الكيدني. نورمال فيتشرز كونسيست اوف الكالسيفيكيشن والهيمرج. هو انا حاسس يا دكتور نهال حاسس ان الصوت بدا يعني في غلوشه كده شويه معلش يعني سامعك بالعافيه بصراحه. والله لا كده كويس تمام كده تمام؟ والله ما عملتش حاجة. تمام. Cavitation is seen most commonly with squamous cell carcinoma. تمام؟ أكتر حاجة بشوف معاها squamous cell carcinoma إن بيكون معاها cavitation. يبقى calcification مع الكوندروساركوما أو الأوستيوساركوما. الكافيتيشنز مع squamous cell carcinoma. وكمان الكالسيفيكيشن بتكون معاه ميتاستاسيس من البابيلاري ثايرويد كارسينوم برضو دي معلومه. الادينو كارسينوما ميتاستاسيس
spread along the wall بتاعة الالفيلاي instead of destroying the lung parenchyma resulting in consolidation like that seen في العيانين النيمونيا. يعني انا مع عيان الادينوكارسينوما بلاقي حاجات شبه consolidation شبه اللي بنشوفها في النيمونيا. تمام. الهيموراجيك بالمونري ميتاستاسز اوكير مع الكوريو كارسينوما والانجيو ساركوما. تمام. الكوريو بتاعت الكوريونيك بلويد والانجيو ساركوما. الميلاري باترن اوف ميتاستاسز از فيجواليز مع الرينال سيل كارسينوما والمالجنانت ميلانوما. هي بقى الميلاري دي تقريبا هي اللي كنا نقول بقى اللي هي مع رينال سيل كارسينوما او المالجنانت ميلانوما. يبقى احنا كده نفتكرهم الكافيتيشن للسكويمس سيل كارسينوما، كالسيفيكيشن مع الاوستيوساركوما والكوندروساركوما والبابيلر ثايرويد كارسينوما. الادينوكارسينوما بلاقي شويه كونسوليديشن شبه اللي في النيمونيا. الهيموراجيك بالمونري ميتاستاسيس مع الكوريو كارسينوما او الانجيوساركوما. الميلاري باترن بلاقيها مع رينال سيل كارسينوما او المالجنانت ميلانوما. تمام كده. بعد كده بقى هو ايه اللي هو الشيست اكس راي لونج ميتاستاسيس. لونج ميتاستاسيس ار سين ويز وايد فرايتي اوف كانسرز انكلودينج البريست كانسر، الكولوريكتال كانسر، الرينال سيل كانسر، البلادر كانسر والبروستات كانسر. خمس انواع بريست وبلادر وبروستات ثلاثه دي، والكولوريكتال كانسر مع الكيدني او الرينال يعني. تمام. اوكي يعني اوكي. بيقول ايه؟ بيقول multiple rounded well defined lung secondaries are often referred to cannonball metastasis. ده most commonly seen مع renal cell cancer but may also occur secondary للكوريوكارسينوما او البروستاتيك كانسر. الكالسيفيكيشن في lung metastasis is uncommon ما عدا حالات الكوندروساركوما او الاوستيوساركوما. دي شكل الاكس راي بتاعت الكانونبول، شكلها كاركترستيك كده اكنها طلقات فعلا. secondary العيانين well defined well defined فعلا multiple well defined nodule موجود. تمام. اوكي. السؤال اللي بعد كده. طيب ممكن يا دكتوره هو الوقت هيفصل علينا دلوقتي، ممكن نخرج وندخل تاني كلنا؟ تمام استاذنكم.